محمد صلاح فخر العرب وفخر غير العرب، فخر مصر وفخر العالم. النجم محمد صلاح معشوق الملايين في مصر والعالم، ابننا اللي مشرفنا، مشرف مصر ومشرف الوطن العربي، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، فاز بجائزة رابطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021، ودي واحدة من الجوائز المرموقة جدا في شمال غرب إنجلترا. الحقيقة كل يوم إنجاز جديد لفخر العرب وللعالم، فخر العرب والعالم كله. النجم محمد صلاح كل يوم بيزيد حبنا ليه، كل يوم بيزيد فخرنا بيه، واحد من ولاد مصر اللي بيشرفونا في العالم. عايز أقول لكم أنه قائمة المرشحين للجائزة دي اللي خدها في الآخر محمد صلاح كان مدافع مانشستر سيتي روبن دياز ولاعب مانشستر يونايتد لوك تشاو. شوفوا بقى يعني الفخر لما نادي ليفربول الإنجليزي ينشر تغريدة على تويتر ويقول وسام آخر مستحق لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021. ألف مبروك.